وعلى العلماء أن يقفوا موقفا، أن يناصحوهم أولا مناصحة حقيقية، لا كتلك المناصحات التي يعني خذ ولا خلي. كان الشيخ نادر رحمة الله عليه، آمين اللهم اغفر، ونذكره في كل حلقة، ونسأل الله تعالى أن يدل الناس على جثمانه، هو شهيد السنة شهيد الحق نحسبه. قال لي: والله يا شيخ، قال لي يريد أحدهم أن يناصحني ليقول للناس بعدما يهاجم الشيخ ناصحته ماذا يفعلون معه. والله أخبرني هو بنفسه وهو الآن عند ربه، قال نعم. يقولون لي: نادر، هيك كلمة جافة تعرفها، نعرفها شنشنة نعرفها من أخزم، نادر اسمع، دير وكذا وكذا، أنت غلطان رك، دير كذا وكذا وكذا وكذا، تعال نتناقش، تعال سكت التليفون. ثم ذلك ماذا يقول الناس؟ يقول: ناصحناه فلم يرجع، فليس له منا الآن إلا أن نهجم عليه وأن نهاجمه وأن نحذر منه وأن نسقطه. نعم. نرجع.